مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيتكم بهذه الوصفة، درت غريبية بالسميد وجوز الهند. جات ما شاء الله، يعني مكونات جد بسيطة متواجدة في كل بيت. إذا حبيتوا تعرفوا طريقة التحضير ما لكم غير تتبعوني للكوزينة. مساء الخير عليكم. في الوصفة نهار اليوم مش لازم لنا، يلزم لنا أنا درت هنا 600 غرام سميد رطب. سميد رطب 600 غرام. عندي حبة بيض، عندي بطا ياوغت ناتشيغ، هاهو ياوغت طبيعي ناتشيغ. هنا كاس تاع حليب لازم لنا، بنفس الكاس نفس العبر عندي كاس سكر، كاس زيت، وكاس جوز الهند نوت كوكو، وعندي خميرة بيكنج باودر. نبداو على بركة الله، نديرو حبة تاع البيض تاعنا. بسم الله، بلا ما ننسو قريصة ملح. قريصة ملح، نديرو فيها السكر، كاس تاع الياغورت، نضيفو كاس تاع الحليب. بسم الله، نزيدو كاس تاع الزيت، نديرو كاس تاع جوز الهند مع باقي تاع الخميرة. بسم الله، هنا دوك نبدا نضيف غير بشوية السميد تاعنا ونخلط. بسم الله، غير بشوية هكذا، ما لازمش نديرو ياه بس لازم نخلو شوية جاري خاطش السميد يشرب. هاوليك دوك نخلوه يشرب كيما راكم تشوفوا مده 10 دقائق، نولو ليه. هاوليك كيما راكم تشوفوا نخلوه يشرب مده 10 دقائق ونولو. هنا وجدت نوات كوكو وجوز الهند، وهذه السيوة تاعنا فيها ورق الزبده. نبداو نكونوا كويرات بهذا الشكل،
هاديك هادي نحطهم. وشحت الفرن تاعي على درجة 180. نكمل كاع الكافيه وندير لكم. انا عمرت السنيوه تاعي هاهم هاو الكاطو كما راكم تشوفوا نحطو يطيب وكي يوجد انا نولي لكم. كما راكم تشوفوا الكاطو تاعنا راه وجد. هذا الكاطو هذا اللي خدمناه بالسميد بمكونات جد بسيطه. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. هنحل لكم حبه تشوفوا الداخل كيفاش جات. بسم الله شوفوا كيفاش جا من الداخل. ها هوليك. واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش جيم. واللي ماشي مشترك اشترك في قناتي. نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.